عقلية المرأة تبقى معادية للرجل، غير صحيح. بالعكس، الحركات الواعية الناضجة فيها رجال. يعني جمعية تضامن المرأة العربية 35% من الأعضاء رجال. ليه؟ نحن لسنا ضد الرجل، احنا مع الرجل، لكن أي عقلية نحن معها؟ نحن مع عقلية الرجل الذي يفكر، الذي يعقل، الذي يربط بين قضايا الوطن وقضايا المجتمع، قضايا النساء وقضايا الرجال، قضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، لا يفصل. فإحنا لسنا ضد الرجل، ولكننا ضد عقليات معينة أو تفكير معين. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن علينا أن نفهم يعني إيه حرية المرأة. إحنا بنطلب حرية المرأة، يعني لما نيجي نتكلم عن حرية الرجل ما بتوصلش قضايا ليه؟ لما نيجي نقول مثلا نريد حرية الرجل، حدش بينفعك. ليه؟ لأن حرية الرجل حقيقة، يعني ما حدش بيجادلها. لما نيجي نقول حرية الوطن، هل حد بينفعك؟ لا، لأن حرية الوطن شيء طبيعي ومنطقي عاوزينه، حرية الرجل أيضا شيء طبيعي ومنطقي وعاوزينه. لكن لما نيجي نتكلم عن حرية المرأة، كأنما حرية المرأة غير طبيعية وغير منطقية. نعم، غير منطقية، لأنها عتاق من تعاليم هذا القانون الكريم. طيب أنا طيب يا شيخ، طيب نعم. طيب نعم. أنت رفضت المقاطعة، فريت نسمح للدكتور. وأنا برد بهدوء ولا أنفعل، لأني متمكنة وواثقة من حجتي. كلنا أحرار. أحرار. لا نتكلم بمفهوم هذا الكلام. يا شيخ قلنا المقاطعة. أنا عندي حرية فكر. بعدها خارج هذا الكتاب، هذا هو الحق. فماذا بعد حق إلا الضلال؟ بعد هذا هو الضلال. استنى بس. اسمها ضلال. إذا سمعنا الضلال. يا شيخ أنت طرفت عدد المقاطعة، فاسمع من الدكتورة، تفضل. هذا الكتاب أنت تفسره، أكلمك بالإسلام بقى، وغيرك يفسره، وهناك مدارس في الإسلام كثيرة. نمرة واحد هكلمك في الإسلام بقى. نمرة واحد، الإسلام هذا كلام خطأ، لأن هناك استنى بس. طيب لا أكلمك أعلمك يا شيخ، يا شيخ أربعة. يا شيخ لنسمع ثبوت قطع الدلالة. يا شيخ أنت رفضت. يا شيخ رفضت المقاطعة. أنت رفضت المقاطعة. تفضل. ولكنك لم تلتزمي بها. طيب يا شيخ لنسمع. نيجي لهذا الكتاب. هذا الكتاب له مدارس تفسير كثيرة جدا جدا. كتاب الله بيفسر البشر، دخل البشر في التفسير. حينما يدخل البشر في التفسير لنا حق التفكير. أرفض هذا الكلام الخطأ. هذا خطأ. سأعطيك المجال كي ترد. يا شيخ رد لما خلص. كم تسأقرأتي؟ كم تسأقرأتي؟ يا شيخ هذا خرج. يا شيخ هذا خرج. لا أرد. اسمع تفضل يا. لا أرد. لا تتكلمي في طب وغلط الناس، لكن هنا تقفين عند حدود. إلا هذا. إلا هذا. طيب. أجيبيني كم كتابا قرأتي عن القرآن؟ طيب فيك آية. يا شيخ أنت يعني للأسف شديد يعني تذهب خارج الموضوع بعد والله. فهناك مدارس كثيرة في التفسير، والإسلام ليس فيه حتى رجل دين، يعني ليس فيه رجل وظيفة في عالم دين، وظيفة زي طبيبة متخصص في الدين. طيب خليك تكمل به باطل. يا ريت لو تسجل هذه النقاط وسأعطيك المجال كي ترد عليها. يا شيخ طب أنا مش عارف أكمل كلام. تفضل. الإسلام ليس فيه رجل دين خالص. يعني حينما يخطئ شيخ في تفسير هذا الكتاب وأنا أتبعه، أنا مسؤولة أمام الله مسؤولية مباشرة عن أفعالي. وده الفرق بين الإسلام والمسيحية. المسيحية فيها كهنوت رجل دين يفسر للمسيحيين الكتاب وإيه وهم يتبعوه، ما فيش مسؤولية شخصية. لكن الإسلام يتميز بإن فيه مسؤولية شخصية. فاسألوا أهل الذكر. لا طيب معلش. يا شيخ لا تسجل نقاطها. أنا بتكلم نعم. كلام أبويا علمهولي، وأبويا خرج من الأزهر ومن دار العلوم، وكان رجل عظيم وفقيه، وأنا نفسي عقلي بحكمه. فهذا الكتاب بيفسروا رجال من البشر مختلفين، ده بينهم بيضربوا بعض وبيخالفوا بعض. يعني لو أضرب لك أمثلة عن الاختلاف بين مدارس الإسلام كثيرة جدا. هذا ليس موضوع. أنا لا أنا بكمل كلام. هذا باختصار لأنه هذا ليس موضوع. لا بس أنا عاوز مش موضوعنا. موضوع مرتبط. لأن حينما نتكلم عن المرأة دائما يذكروا الإسلام، دائما يجي موضوع الدين. فإذا في مدارس كتيرة جدا، من مدرسة اللي بتقول لك
ممنوع تعدد الزوجات الى المدرسه تقول القران حرم الا زوجه واحده. في مدارس كثيره جدا جدا، في مدارس مع الحجاب، في مدارس كثيره جدا والمسلمين. لم اقرا على ما قرات هذا. لا في مدارس لم اقرا، والله لم اقرا، والله كذب. انا لا اقرا والله. طيب طيب يا شيخ انا بكمل كلام. وفي مدارس مع حجاب المراه تماما، وفي مدارس مع نصف حجاب، وفي مدارس ان مش مع الحجاب، وده موجود حتى دول دول اسلاميه غيرت كثير جدا. فده اذا دخلنا في تفاسير البشر نخرج من ده. احنا نيجي في في واقع الامور. انا عاوزه اناقش واقع الامور، واقع المشاكل. انا طبيبه نفسيه، المشاكل النفسيه اللي بتجيلي عيادتي من النساء، من النساء. انا رحت على البلاج اليوم على البحر، هذا البحر الجميل في 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 الدوحه، لقيت اللي مستمتع بالبحر الاجنبيات والرجال الاجانب، هم اللي قاعدين في الشمس بيتلقوا الشمس والهواء وبيلعبوا رياضه في البحر. وبعدين اروح الاقي النساء العربيات وراء الحجاب منقبات وماشيين في الشوارع، يدوب عينيهم اللي باينه. ما هذا السجن؟ ويقولوا باسم الاسماء، ده هذا تشويه للاسلام، ان بلادنا لا يستمتع بها غير الاجانب. فدي نقطه مهمه جدا. ليه احنا، انا يعني لما بدعو لقضيه المراه وتحريرها، انا بدعو لتحرير الرجل ايضا، لان خيبتنا وهزيمتنا جاءت بسبب تخلف الاثنين، لان تخلف المراه في هذه الحاله. هل يمكن القول ان القهر او الاضطهاد الواقع على المراه وقع على الرجل؟ وقع على الرجل، لكنه ضعف. ايوه ضعف الاضطهاد وقع على الرجل. الانسان الفقير، الرجل الفقير العامل او الفلاح في بلادنا ده مش مقهور، مقهور جدا. ولكن حينما يعود الى بيته بيقهر زوجته من الهم اللي هو فيه، من بيقهرها بيضربها بيهنها. فالمراه قهرها مضاعف في الطبقات الفقيره جدا جدا، في الطبقات الوسطى والعليا بتختلف. ولذلك انا لا يمكن ان اكون عمياء عن التحليل الطبقي للمجتمع، وان مشاكل المراه بتختلف من طبقه الى طبقه، حتى الانوثه بتختلف من طبقه الى طبقه، لكن احنا تعودنا على ان احنا طب لكن سؤال مطروح دكتوره، الا تعتقدين ان موضوع التحرر ان كان للرجل او للمراه في نهايه المطاف مرتبط بالتحول الاقتصادي لاي مجتمع؟ ايوه ساريد ان اطرح سؤالا. يعني الا يمكن القول بان يعني نحن ما زلنا يعني لم ندخل اذا صح التعبير اطار التحرر الاقتصادي؟ مثلا اذا نظرنا الى الغرب في القرن الثامن عشر وقبل ذلك، كانت المرأة تعامل تقريبا بنفس الطريقة التي تتعامل بها معها المجتمع العربي. جاءت الثورة الصناعية فكانت المصانع بحاجة ليد عاملة إلى ما هنالك، فجاءت تحرر، خرجت المرأة من المنزل إلى المصانع. ليس لأنه المجتمع يريد تحرير المرأة، بل لأن هناك ضرورة حتمية لهذا التحرر. في نهاية المطاف يمكن ربط التحرر للرجل والمرأة بالاقتصاد، بعجلة الاقتصاد والتحرر. هذا سؤال مهم. فإحنا لما بنستعمر، احنا استعمرنا بواسطة الاستعمار القديم الاوروبي والانجليزي، احنا لازلنا مستعمرين بالاستعمار الامريكي، وهذا يجب ان نقوله. انتقلنا من استعمار الى استعمار، جت مرحلة للاستقلال فعلا، ولكن قصيرة جدا جدا. وخرجنا مظاهرات، النساء مش بتخرج مظاهرات ضد الاستعمار، لان يهمنا الاستعمار بيفقرنا. حينما ينهب الاستعمار ارضنا واموالنا واقتصادنا، مش ده بيأثر عليا كامرأة ولا لا؟ بطرد من العمل، لان البلد بتتفقر، مفيش اعمال، مفيش تنميه زراعيه. بلادنا الزراعيه اصبحت لا تنتج طعامها. هل هذا يعقل ان مصر، في مصر في بلادنا بنستورد من كل 5 أرغفة 4 أرغفة، ومن الولايات المتحده، مرتبط بالمرأة. لما انا قلت جورج بوش سياسته مرتبطه بالختان، بقصد هذا. طيب